حصاد الجنوب، أهلا بكم. بعث الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى جلال الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بمناسبة ذكرى 70 لاعتلاء جلالتها العرش. أقر مجلس القيادة الرئاسي اليوم تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن مكونة من 59 عضواً برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر واللواء الركن طاهر علي العقيلي نائباً والعميد ركن حسين الهيال عضواً مقرراً. كشف وزير الدولة محافظ العاصمة عدن أحمد لملس عن إنفاق السلطة المحلية 9 مليارات ريال للكهرباء من أجل توفير المحروقات وصيانة المحطات، لافتا إلى تقدمه بمشروع للحكومة من أجل إعمال الصيانة في نوفمبر من العام الماضي، لكن ذلك قوبل بعدم الجدية. افتتحت البعثة الدولية للصليب الأحمر في اليمن اليوم مستشفى محمد بن زايد الميداني بمنطقة سناح بمحافظة الضالع، وذلك بحضور قيادات من المجلس الانتقالي والعمليات المشتركة والسلطة المحلية بالمحافظة. تظاهر المئات من أبناء مدينة لودر في محافظة أبيان صباح اليوم للمطالبة بإعادة فتح طريق عقاب الثرى المغلق من قبل الميليشيات الحوثية منذ العام 2015. دشن صندوق صيانة الطرق والجسور بمحافظة شبوة اليوم أعمال صيانة طارئة لخط عتق العبر الدولي، وذلك بطول 60 كيلو كمرحلة أولى. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.